إلى جهة أخرى، هناك صور وصلتنا، هذه الصور صور اعتراضات أو محاولة اعتراض القبة الحديدية لقصف حزب الله. إذن هذه نسمع دوي صفارات الإنذار، نرى الانفجارات في سماء الجليل من هذه الصواريخ الاعتراضية للصور للصواريخ التي أطلق حزب الله. هذه صور أخرى، هذه صور لعمليات قصف، لكن كنا نشاهد أيضا صور اعتراضية مع سماع دوي صفارات الإنذار. ننتقل إلى أحمد جرادات. أحمد، هل هناك جديد في عملية القصف التي تمت؟ حجم الاعتراض الذي تم، أو كان هناك صواريخ استطاعت أن تصل أهدافها؟ يعني بحسب المعلومات الأولية، الحديث عن أكثر من 20 صاروخا أطلقت من لبنان في الدقائق الماضية نحو الجليل الأسفل ومنطقة الشاغور. هناك سقوط لقذيفة صاروخية على مقربة من منطقة كرمائيل، وهي نفس المنطقة التي أعلن حزب الله قبل قليل بأنه استهدفها بصلية صاروخية. ولكن أيضا هناك أضرار في أحد المنازل في منطقة مجد الكروم، وهي منطقة عربية تقع في الجليل، غير معروف حتى هذه اللحظة إن كان بفعل سقوط صاروخ أم صاروخ وشظايا الاعتراض، ولكن المؤكد عدم وجود إصابات حتى هذه اللحظة في منطقة مجد الكروم. ولكن هناك أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من البلدات التي تقع في الجليل الأسفل، وذلك بعد الدفعة الصاروخية الأخيرة. نتحدث عن اعتراض عدد من هذه القذائف، ولكن أيضا على ما يبدو عدد آخر منها نجح بتجاوز منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، والسقوط في مناطق قريبة من منطقة كرمئيل التي أعلن حزب الله أنه استهدفها قبل قليل.